اوكي اوكي اوكي، في سؤال تمام. تاني؟ يا دكتور ارسلت لي الباسوردين ولا؟ لا لا لا، مع نفسها كابيتال A B C D داش 1 2 3، بس اذا اتاكدت انها اعدتها، يعني خليتها موجوده وتاكدت منها. وانت عبد الله بالاندرسكور، مش كده؟ عبد الله اندرسكور A، صح؟ كده اعمل شيرنج للسكرين عشان نتابع معاك. كم دقيقة كم دقيقة بعد الفجر أحسن مرة واحدة، ها؟ بعد الفجر خلص والله يا خوات ما أها، وين نحنا؟ عبد الله، طيب يا جماعة، نحن لحد ما عبد الله يستجيب نحن نمشي خطوة. دارين نراجع، شايف الموجودين؟ أول حاجة أحمد المرتضى خلاص اطمأنينا إنه هو عارف بيعمل في شنو. For the sake of the others بنعمل الخطوات بعد سريع جدا بامتحان تاني أنا مجهزه أساسا يعني. لكن داير ارجع الخطوات اللي ورا عشان اديكم تيبس اضافيه. في تيبس اضافيه، اول حاجه ممكن انت تلقى كتاب، يعني هسه انا عندي هنا كتاب اهو، ده بتاع اشعه. ده داير انا ابدا خطوات توري انه لو انا لقيت لي كتاب جميل زي ده يعني اسمه ريفيو اوف راديولوجيك فيزيكس، فخلونا انا اعمل شيرنج. ايوه كويس، عبد الله عمل شيرنج. اوكي عبد الله، ما هو خلاص بقيت معانا ولا شنو ولا كيف ولا ما معانا ولا وين؟ عبد الله لسه ما معانا، مش كده؟ خلونا انا اعمل شيرنج. طبعا اظن عملت الشيرنج. طيب can you see my screen؟ Yes. طيب عندي كتاب، لقيت لي كتاب ممتاز جدا اسمه ريفيو اوف راديولوجيك فيزيكس ثيرد اديشن. وفي الكتاب ده لما مشيت ده رقم كابتر 1 قريت الكابتر واداني معلومات وكده. وبعدين خليني اكبر شويه، مشيت انا في الكتاب لما نزلت لقيت تحت وانا ماشي مذاكره وكده مراجعه، لانه كتاب بتاع مراجعه، قام لقيت فيه أسئلة بتاعت مراجعة بعد نهاية الشابتر. بعد ما الزول يقرأ بيقوم يلقى مثلا هو في صفحة 14، افتكر ايوه صفحة 14، مش كده 14 لقيت شنو في صفحة 14؟ في أسئلة، هي دي 30 سؤال كده جميلة جدا، very simple K1 أغلبها. الأسئلة دي أنا محتاج ادخلها البنك يعني، فداير اذا في زول عنده فكره انه انا من كتاب PDF كيف اشيل الاسئله دي واتصرف معاها كيف؟ اي مداخلات من اي واحد عارف نعمل شنو؟ في برنامج طبعا الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، اوكي، اوبتيكال وانت كاركتر ريكوجنيشن بتقوم تجيب الصفحه دي ذاتها وتدخلها. بالنسبه للبرنامج بيعمل تعرف بصري على الحروف، بيحولها من ايمج بيحولها لتكست، وبعد ما تحول لكن الملف ده، الملف ده PDF اصلا هو تكست.
اوكي بي دي اف بحوله لوورد، بعمل له كونفرت بحوله لوورد عادي، عشان تحول لي تكست عادي. الوورد ممكن تحوله لبي دي اف، والبي دي اف ممكن تحوله لوورد، ما في مشكله. في حاجة أسرع من كده ولا ما في؟ ما ممكن أعمل كده؟ ممكن نعمل كوبي بيست، ممكن 30 أيوة. مره بيكون زي الايمج، ما بيمكنك تعمل كوبي بيست. وفي أنت ما برامج أنا قلت لك ده، أنا ما قلت لك ده ما إيمج، ده ما إيمج، لا خلاص، ده ما هم في ايمج دي بس، في خلاص دي. أيوة بعمل بيست في برنامج الويرد، وبراجع بعمل ايديتنج، براجع الخطوات بتاعت الترقيم. اي، لكن ما خلينا واحدة واحدة، خلينا واحدة واحدة، خلينا واحدة واحدة. ايوه انت قلت في الاول نعمل كوبي بيست، بيست معناه نفتح لنا ملف ملف، ورد جديد صح؟ نعم نجي هنا نقول له مايكروسوفت وورد، ودارك تلاحظ معاي لانه الحكاية فيها تفاصيل شوية، ما دائما نعم بتلقى الحاجة جاهزة. يعني هسه انا قلنا سميه راديوغرافي، راديو او خليه راديو بس خلاص، وكتبت مالتيبل تشويس صح؟ مالتيبل تشويس، ايوه وبعدين نعمل البيست بتاعنا ايوه كنترول الى في، 30 سؤال. يلا ممتاز. طيب، اها اليوم يلا يلا واضحات، بعد ده بتبدا في القصه بتاعت الاجابه النموذجيه. لا انت معاي كويس، لانه الخطوات قلنا في حاجة اسمها كورس كده، و A B C D E، ممتاز. بس بتفصل بين كل سؤال وسؤال، صح؟ لا ما ضروري تفصلوا بالانسر. هاي ما بالانسر، انا مقاصد الاجابه النموذجيه. ان ان طيب كده دقيقة بس نكبر شوية عشان يكون فيزيبل، ونكبره من هنا برضو، بس كبرناه شديد. أنا دارك تعاين كويس جدا. طيب نحن قلنا بعد المرحلة الأولى اللي هي كتابة التايتل، كتبنا تايتل وكتبنا تايب اوف كويستشنز، الثالثة نحفظه مش نحفظه، نقول له سيف. نعم نعم لما نجي نقول له سيف المرة دي شنو؟ ما نحن يا دوب سيف، ما بنحتاج لي سيف آل صح؟ اي بنعمل ملف ورد عادي في الاول. لا ليه؟ نعمل ملف ورد عادي لشنو يعني؟ ما في سبب، طالما اوكي خلاص، الاول بقوم اقول له لا ما دارين دي او اكس، ده ما دارين نحن طوال نمشي ل ار تي اف من البدايه، نعم وخطيته انا في الديسكتوب. خلاص انتهيت من الخطوه الثالثه. الرابعه شنو؟ الترقيم صح؟ الرابع الترقيم، انا شايف عامل 1.1، هي مش مفترض تكون يلا 1 بس. حل لي، يلا حل لي 1.1 دي. 1.1 ما بعمل اديتنج، ممكن طوالي طوالي هنا شنو؟ يلا طوالي شنو؟ يلا اهي دي على الله، اهي دي بعمل ديليت للرقم الاضافي، او بعمل اعاده بتاع الترقيم عن طريق برنامج الويرد نفسه، ببرنامج البروجرام، طيب انه يعمل رينمبرينج، اعمل نمبرينج للباراجرافز دي كلها. ما بيعملها لانه ديل ما اوتوماتيك نمبرينج، ديل مكتوبات بالكتابه مانيوال. بنعمل F4، بنعمل ريبيت نفس ال، لا طيب انا اوريك حاجه اسرع، هم ما طيب كلهم 1 دوت 1 دوت 1 دوت 1 دوت 1 دوت كده، 1 دوت 12 1 دوت 13 1 دوت 14. اها بنعمل ريبليس اول، بنعمل كوبي لل 1 دوت، وبنعمل ريبليس اول، بشنو نعمل لها ريبليس؟ بشنو؟ ريبليس بولا اول حاجه، بولا حاجه مش ولا حاجة، هاي بنعمل ريبليس بس اول. نور. خلاص ايوه طيب قال لي يا اخي عملنا واحد مية، عملنا 61 وعمل لي واحد من غير نقطة، اها دي كيف دي؟ ممكن تعمل اوتو نمبرينج، كيف؟ ما بتظلل النص كله، وبعدين الاولاني ده يعني، واقوم اي اقول كده. طيب لاحظ معاي قلت لك كده قام عمل نمبرينج والواحد القديم قاعد، معناه شغلانية. الطريقة بس انك تجي تقول له واحد نقطة، اثنين نقطة، ثلاثة نقطة. في طريقة اسرع من كده، هم 30 سؤال، معناها واحد ده هيكون موجود واحد وموجود ثاني، اذا
11 وموجود ثاني 21 وموجود ثاني ما في 31 صح؟ نعم فبدل ما امشي فيهم واحد واحد احط النقطة اقوم اقول له ريبليس برضو ريبليس واحد سبيس اعمله بواحد نقطة سبيس اي واحد بعده في سبيس اعمله واحد نقطة سبيس واقول له ريبليس اول قال لي عملنا ستة ستة دي معناها في وحدات عملهم وهم ما مفروض يعملهم ليه؟ لأن أنا توقعتهم ثلاثة بس. المهم دي تريكس كده الواحد بيجربها. آه عرفت لك ليه؟ لأنه في حاجات جوا واحد جوا موجود جوا في الأسئلة. اني هاو خلينا نعمل كنترول زد واعملها مانيوال أحسن. يعني ايوه أجيب الأسئلة كده وأقوم أعملهم واحد واحد صح؟ اي نعم أي طيب بعد ما اخلص من دي انت تابع معايا عشان انا اشوف بعد ما اخلص منهم كلهم اعمل شنو بعد ذاك يلا الاجابة صح؟ بعد ذاك الإجابة الانسر اي ان اس والكولون والسبيس والإجابة النموذجية. يلا انت عملتها كيف؟ اسرع طريقة دايرين اسرع طريقة ما دايرين تريكس نحن بعمل بكتبها مرة واحدة وبعمل لها كوبي وثاني بعمل بيست بيست بيست. تمام ومتذكر انه تعمل الكوبي كيف من غير السبيس لو عملت السبيس هيعمل لك لها ترقيم فما تعمل السبيس اللي معاها ما تشيل معاها السبيس طيب خلاص اذا بعد ما عملنا كده انا هسه ما بقدر اخلص انا مجهز واحد جاهز نقوم نشتغل به يعني هسه هنستمر في ده كده داير اوريكم واحد تاني خلاص في واحد اسمه راديولوجي ده عينه له ده اساسا خلينا عم نظبطه شويه بس خليني اظبط الاول لاحظ انا لقيته كده جاهز لكن في حاجه تانية بسيطه دايره تعديل اللي هي انه انسر ملاحظ انسر معموله كيف وملاحظ الترقيم معمول كيف ايوه افتكر ده اسرع من ذاك صح تعديله اسرع ايوه وبدأته ليه كمان ده لانه فيه 100 سؤال فده انا ممكن سريع جدا اعدله تعديل بسيط و اشتغل به فده اديكم تريك اضافيه يعني لما نكون شغال بالقوس هل في طريقه من غير ما اغير القوس ده اقول للبرنامج انه ياخذ ترقيم بنقطه بقوس بدل نقطه ايوه فيه لكن دايرين نعدل دي في الاول صح؟ ايوه دي ما المفروض تكون كده نقوم نعم نمسك الشرط كل ريبليس ونحطها هنا كده ونبقيها كولن بس كولن سبيس خلاص ونقول لي ريبليس اول ريبليس قال لي 100 معناها 100 بالضبط غيرهم كده انتهينا من الاولى الثانية ديك ما ضروري لأنه هقول للبرنامج ياخذ ترقيم ما 95 نقطة 95 قوس نشوف دي بنقولها وين لكن دايرين نحول ده لشنو؟ سيف از ونقول له ريتش تكست فورمات ريتش تكست فورمات وهو موجود في راديوغرافي في أنا عارف حتته يعني خلاص سيف نقول له كده وسيف ونقفله ونمشي لـ EV import EV import البرنامج انا هديه بره هنا ديسكتوب ديسكتوب exam view مش كده EV import ايوه next وانا قلت خدتي وين خدتيه في الكورس اللي في الديسكتوب كورس وينه في الديسكتوب ديسكتوب كورس وبعدين في exam لا مش exam دي هنا وبعدين
لا راديوجرافي، ايوه سلكت اهو ده راديولوجي ام سي كيوز. ها اجيبه كده، لما اقول له نكست الاولى بمشي فيها، الثانيه ملاحظين هنا اداني خيار اذا انه اقول له يا اخي ما واحد نقطه واحد غوص. ايوه حلو ايوه اقول له نكست 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 فينيش. قال لي في سؤالين في 3 أسئلة، طلع لي تقارير بقى، في حاجات فيها مشاكل، في حاجات فيها مشاكل، وأنا قصدت أخلي المشاكل عشان الناس تشوف المشاكل شنو. قال لي نمرة 13 invalid answer choice D، و15 ده قال لي بلانك فيه مشكلة، 15 39 ده بلانك، 43 ده بلانك، في ديل اللي قال لي بلانك ديل داير امشي اشوف قال لي بلانك ليش بقى. فبقوم امشي للملف الثاني، امشي للملف اللي هو هنا، هنا افتكر هنا راديولوجي اندسكوب كورس راديوجرافي، خلاص وامشي افتح الملف الثاني عشان اشوفه ليه ابدا من 13. اقول له 13 ده ما له يعني مشكلته شنو يعني، اجي له 13 13 12 13، قال 13 الانسر از دي، وقال لي لا ما تمام، ما يعني المشكله شنو 13 انسر از دي ما في شاشه لي مشكله. طيب نشوف تاني في التقرير، في سؤال تاني شنو؟ قال 13 فيه مشكلة وما أعرف، قال invalid answer choice D. طيب حتى لو أنت ما لاحظت ما لقيت حاجة واضحة، you just تكتب الإجابة مرة تاني، تتأكد إنه هنا ديل مظبوطات، يعني ترجع لورا وتعمل انتر، ترجع لورا وتعمل انتر، تتأكد انه كل واحدة في سطر والإجابة مكتوبة صح. خلاص خلينا 13، نمثل اللي بعدها. ها عشان ما يتكرر باراجراف واحد. ايوه تتأكد انهم، لانه احتمال يكونوا كأنهم في سطر واحد، ايوه فتقوم تعمل التعديلات دي. قال نمرة 15 از بلان، نشوف 15 ده مشكلته شنو. 14 ايوه انا عرفت لك 13 مشكلة، لا لا ده ملف ثاني، دقيقة سيف وينو الملف الثاني، ايوه ده قال 15 از بلان، ده 15 اي بي سي دي، قال بلانك ليش بقى. انا في حالة زي دي لما ما اقدر اعرف المشكلة شنو، بقوم اعمل ترقيم تلقائي، أعمل ترقيم تلقائي من هنا، لاحظتوا غيرت الترقيم لترقيم تلقائي، وأمشي ل 13 برضو أعمل لها ترقيم تلقائي أوتوميتد يعني. طيب تاني قال شنو؟ قال 39 و43 و64، 39 43 39 43، لكن 56 ده قال invalid number anyhow، لانه التقرير ده انا ما كنت قايله حاجات كثيره كلها بتحتاج to be checked. خليني بس نجرب اللي انا عدلتهم ديل، هل جابوا فرق ولا ما جابوا فرق. بقفله بخلص منه كده وامشي هنا وافتح البرنامج مره ثانيه، اي في امبورت، نكست، وامشي افتش سوري
MCQ course radiography select. طيب أظن هو فاتح لسه، نقفله نقفله ونرجع تاني نقول له select. ده أنا أشوف الثلاثة بس اللي هبشناهم ديل جابوا نتيجة ولا ما جابوا. شفتوا الحاجات اللي أنا عدلتها ظبطت طوالي، الحاجات اللي أنا عدلتها 13 و15 وديل مش صلحتهم خلاص ما جابوا تاني في التقرير، معناها أنا لو مشيت بنفس النهج هعالج المشكلة. طيب الهدف من الاكسرسايز ده إنه ما في كل مرة الموضوع بيظبط من الأول مرة طوالي، فتجيك تقارير زي دي and you need to deal with them. طيب دي كانت just مراجعة to reinforce المعلومة، يعني احنا بعد كده خلاص عرفنا انه عندنا اسئلة نزلناها في البنوك بتاعتنا، والمرة اللي فاتت فتحنا البنك شفناه، دايرين الان نفتح البنك مرة ثانية عشان نشوف البنوك الموجودة دايرين نحولها جوا المنصة. يعني انا عندي هنا بنوك اهدي داير احولها جوا المنصه، انا هقوم في الاول افتح البنك خلاص. انا بالصدفه فتحت ملف فاضي، نفتح واحد غيره. ايوه عندي الملف ده، وده ذاته ما ينفع لانه فيه سؤال واحد بس. افتح البعض دي، ايوه ده فيه 140 سؤال. يلا كيف انا هؤلاء ال 140 سؤال ادخلهم في المنصة؟ ده اشيلهم من البنك ده اوديهم المنصة. طيب انا من الاول ما وديتهم المنصه ليه؟ لانه في البرنامج ده انا بقدر اعمل حاجه اسمها فيدباك. هي شايفين ذا نيرس نيد ده فيدباك، لما الطالب يجاوب على السؤال يقوم يجيه فيدباك يقول له صح ولا ما صح ولا كده، فدي ميزه موجوده في البرنامج ده، في المنصه ما موجوده. عشان كده انت بتمر عبر هذا البرنامج، وفي البرنامج ده ممكن تصنف السؤال. خليني اضغط على واحد من الاسئله ديل. هنا انا تحت في تصنيفات اسمها انفو، بصنف السؤال مستوى الصعوبه، المرجع اللي انا جبته منه، الليرنينج اوبجكتيف. المهم حكايه التصنيف وحكايه الراشونال او الفيدباك دي موجوده في البرنامج ده، في المنصه ما موجوده، فانت احسن تشتغل بالبرنامج ده. الحاجه الثانيه لاحظت انه البرنامج يوزر فريندلي، تقدر تنزل فيه البنوك بسهوله وتقدر تصنفها بسهولة وتقدر تعمل منه الامتحان بسهولة اللي هي هنعملها بعد شوية. هسه أنا داير أشيل البنك كامل أوديه للمنصة، بعمل شنو؟ بعد بخلي البنك فاتح كده وبمشي لفايل أقول له إكسبورت تصدير. أنا قبل عملت إمبورت استيراد، انا استوردته من مايكروسوفت وورد ودخلته عندي وين؟ في برنامج اكزام فيو. الان انا داير اصدره من اكزام فيو في فورمات اقدر اعمل له استيراد في المنصه. فكده خلونا في الاول نعمل هنا منت. طيب انا الان فاتح الملف هنا وقلت له مش في ده هنا سوري، وقلت له شنو ده، انا اقول له اكسبورت بختار فورمات المنصه بتاعتي بتقبله. انا لازم اكون عارف المنصه بتاعتي الفورمات بتاعها شنو، هل هي موديل ولا بتقبل بلاك بورد ولا شنو. المنصه اللي انا شغال بيها بتقبل بلاك بورد، اقوم اقول له بلاك بورد، داير احوله لبلاك بورد ها، وداير احفظه وين؟ في تيست، داير احفظه في تيست، وداير اسميه مثلا كلاينت مثلا، لانه ده الموضوع كلاينت ويز كانسر، كلاينت ويز كانسر سميته كلاينت. بيقول لي تايب
بالتالي بيسأل نسأل اكتب كلاينت نفسها مره ثانيه واكتب سي على اساس انه سي ده الهارد ديسك اللي انا الدايركتري يعني. دي ثلاثة حاجات بس، بكتب كلاينت كلاينت واكتب سي واقول له اوكي، عمل له اكسبورت. يلا انا امشي اشوف وين اكسبورت وين. يلا خلينا نقفل ده خلاص. بمشي للفولدر اللي اسمها تيست، بطلع من بانكس دي وبلقى فولدر هنا اسمها تيست، انا حفظته هنا. لا في هو حفظ ولا في تيست بتاعت الهارد ديسك بتاعي، ما في مشكلة. المرة اللي فاتت حصلت. امشي للهارد ديسك لان انا عندي هناك البرنامج موجود داخل هنا، البرنامج موجود انسايد. المهم تمشي انت في البرنامج. برنامج اكزام فيو، لما تفتح البرنامج هتلقى بانكس، تلقى تيست، انا حطيته هنا، حطيته في تيست. وينه؟ كلاينت كلاينت اهو ده، كلاينت دوت زيب، لانه زيبت فولدر، زيبت فولدر. لحد هنا متابعين معاي؟ فتحت البنك في اكزام فيو، قلت له اكسبورت، اخترت من اكسبورت بلاك بورد، اديته اسم، كررت الاسم وكتبت له درايف سي. بقى موجود الان في البنك بتاعي. وين؟ لكن في فولدر انا اخترتها بنفسي، يعني انه يكون في الفولدر دي. الان انا بجد عارفه موجود وين، بجد عارف هنا موجود وين. بس غير كده انا اخدت الفولدر بحته تكون ظاهره يعني، وامشي للمنصه. يلا في المنصه اعمل شنو؟ امشي للكورس بتاعي. انا الكورس بتاعي عباره عن كورس اسمه نيرسينج. اقوم امشي للكورس بتاع النيرسينج، وينو النيرسينج؟ نيرسينج نيرسينج، عندي انا اثنين نيرسينج، نيرسينج اهو ده. فتحت الكورس بتاع النيرسينج، والكورس بتاعي فاتح بعين فوق تحت اسم الكورس وكلمة الكورس، جنبها في سيتنجز، بارتيسيبانتس، جريدز، ريبورتس، مور. ده اسمه الكورس منيو. الكورس منيو ظهرات من المنيو خمس حاجات والباقيات مدسوسات هنا. أول واحدة في الباقيات المدسوسات question bank، خلاص question bank. بعاين فوق بلقى questions، بضغط فيها اختار import. لما اختار import بيجيب لي الحتة دي كده اللي هي قال لي الفايل فورمات شنو والفايل وينه. الفايل فورمات انا قلت لكم اخترته بلاك بورد، والفايل وينه؟ بقوم انا اسحب الفايل من هنا اهو ده كلاينت، اعمل له دراج اند دروب، اجيبه هنا واقول له امبورت. طوالي عمل لنا امبورت للاسئله كلها اللي موجوده في البنك اللي هم 147 سؤال. اقول له كونتينيو كده خلاص. انا عملت 147 سؤال كانوا في مايكروسوفت وورد، حولتهم لاكزام فيو. من اكزام فيو عملت لهم اكسبورت، جيت في المنصة فتحت البرنامج في الكورس منيو، مشيت اخر واحدة اسمها مور، اخترت كويشن بانك، من كويشنز اخترت امبورت ودخلت الملف كبانك جوا المنصة. داير انا بقى احمد المرتضى يعمل الحركة دي. جاهز؟ والله يا دكتور الحركة دي ما صعبة، لكن الخطوات كثيرة ماشية ورا بعض. عشان نمشي معاك واحدة واحدة. أنت الآن البنك موجود في إكزام فيو صح؟ أعمل لنا شيرك للسكرين. أوكي نعمل شير للسكرين. لا في بارتيسيبنت فاتح شير ولا حاجة. ده أنا ذاته. ستوب أيوه. شير يلا. طيب مشينا الاكزام فيو، وعندي انا مثلا الملف بتاع الديرماتولوجي اكزام ده. ايوه لكن احنا ما شايفين حاجه لسه، ما عملت شيري. اوكي نعمل شيرنج. كده ظاهر؟
ايوه ظاهر. يلا اوكي افتح ده اكزامبل، الملف لجي دبل اكزام. كليك دبل كليك. دبل كليك معناه ايوه الملف فاتح. لا البيورة شنو هاي شايفه، انا بيورة شايفه فاتح. اي نعمل كروس. اي هو ده، هو ده ده الملف طيب ده الملف ممتاز جدا. Dermatology exam. نمشي معاك واحدة واحدة. You اوكي need to export this file. ده نمشي اتفقت. تمشي فايل. نمشي فايل، لكن اللي مستجاب معي فايل اللي عامل فريزنج. دقيقة الملف عامل فريزنج معناها الت كنترول ديليت، الت كنترول ديليت. يمكن هاي عشان نشيل الفريزنج. الكنترول ديليت هاي نمشي التاسك مانجر. هتمسك التاسك مانجر تقول له ستوب. ايوه اكزامينيشن فيو جنريتر اند تاسك ايوه جنريتر. دبل كليك ثاني. يلا دبل كليك ثاني. شايفه فتح تحت. اذا داير احول لك هناك كروس فتح معي زي جاي، احول لك في الشاشه الثانيه ايوه فايل، حنعمل اكسبورت. اكسبورت وتختار، اوكي لا تختار بلاك بورد 7. يعني ايوه الاكسبورت طوالي هختار. لا بلاك بورد 7 الثانية، التحتة التحتة التحتة. بلاك بورد ايوه بلاك بورد 7. برضه اصحابه يجيبوا لنا في كاسيتنا. ايوه بلاك بورد كمان. دقيقة نسحب جبناه في الشاشة. تسميه ديرما، ديرما ايوه هنسميه ديرما. سيف. سيف اضغط على سيف على اليمين. ايوه ايوه ديرما تمام. سيف. ايوه نعمل سيف وديرما تاني ثاني ديرما. وتحت في دايركتوري نيم سي، بس سي. في دايركتوري نيم ممكن اعمل سي. ايوه اوكي اوكي تمام. الحال اللي ما انتبهنا لها انه ونحن ودينا وين؟ ايوه هذا السؤال. طيب ثاني نعمل، جميل ثاني نعمل ثاني نعملها. تمام امشي بلاك بورد 7 ودي شفتها وين؟ جوا بنك. قاعد في بنك خلاص كانسل. كانسل. ايوه يلا اقفل ده خلاص قصتنا معاه وانتهت. والفولدر فات. طيب الفولدر دي ما تقفلها، ما تقفلها، صغيرة اوكي أول حاجة، صغيرة كده عشان هسه هي كبيرة. صغر الفولدر، مش مينيمايز، مش مينيمايز، اوكي صغيرة اوكي صغر المربع يعني من الكورنر، من الكورنر. أنت فاتح اوكي لا اوكي أيوه أيوه بس واسحبه كده خدته باليمين شوية عشان بعدين الدراجنج اند دروبينج يكون سهل. الثانية دي اقفلها، ما دي نسخة ثانية. ايوه طيب يلا افتح افتح المنصة. افتح المنصة. المنصة هنا عندي. طيب دقيقة المنصة 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 ايوه طيب دي مكتوبة المنصة.
ايوه دي بالنسبه لك انت، لكن احنا ما شايفين حاجه. ما دخلت المنصة ولا دخلت ولا حاصل شنو؟ اي لا، ما دخلت المنصة. يدي الرابط بتاع المنصة. الرابط بتاع المنصة ما في دقيقة، طيب عشان نعمل حاجة سريعة. ممكن ترسله في المجموعة بس تاني. لا في المجموعة، اللي ما أرسل لك في الشات. اوكي، رسله في الشات. ما وين هي؟ أنا فاتحها. وين؟ أيوه. باك. ايوه في الشات. One second، ده الرابط. كوبي ونمشي في الشات، نمشي في الشات، يلا في الشات هتلقى الرابط للمنصة. ايوه اوكي، ليك تمام. يلا عندي هنا لا جيب تمام. اللي نشوف معاك. ايوه نجيب معايا. اوكي اعمل لوجين اول حاجة، لوجين، او اضغط على التخصص بتاعك الاول واعمل لوجين. ايوه طيب. اللي هو ده مكان في الديرماتولوجي صح؟ انت تخصصك شنو؟ انا سايكولوجي. هشتغل في السايكولوجي، ما مشكلة. طيب أيوة. يلا انت يلا النيم والباسورد. ايوه يوزر نيم، ادخل الهوت ميل. لا، اليوزر نيم اللي اديناك له نحن. ذاته اللي عملت بيه البرنامج ده صح؟ لا مش في الليست، رسلناه لكم في ال اي اي عارفه عارفه عارف. ايه اندرسكور مرتضى ام يو ار تي دي اي. ايوه بس دي الدي الاخيره دي. ايوه الباسورد كابيتال كابيتال ايه بي سي دي اي بي سي اندرسكور عاديه اي بي سي دي داش A B C D dash 1 2 3 تمام. لوجين. ايوه لوجين ايوه جوتت. انت الان ومعاك جماعتك، انا سايكولوجي كونسل. اي كونسل؟ ما انت لوجد ان كونسل. كونسل لا تضغط كونسل دي بس. اوكي انت الان got it. يلا اضغط في تحت تحت recently accessed courses ايوه complement انتري ميديكال. complementary medicine كده. ادخل complementary ده. نيكست. لا لا لا، قول لي سكيب تور دي، ما تور تور لا يفرجك. طيب انت الان داخل جوا المنصه وفي حته اسمها تريننج وموك وكده. انت داير تشتغل، عشان تشتغل في الابر رايت كورنر اوف ذا سكرين في حاجه اسمها اديت مود. اديت مود شايفه الكورنر الايمن في الاعلى، وأديت مود. ايوه افتحها. اوكي تمام. لما فتحتها ظهر لك الكورس منيو، صح؟ شايفه مش؟ كورس وسيتنجز وبارتيسيبانتس وجريدز والكلام ده. لا 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 فوق ماشي وين؟ اي 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 فوق ما فور سيتنج بارتيسيب.
ومور مور اضغط مور اضغط على مور واضغط كويستشن بانك، لان انت داير تدخل اسئله في البنك. طيب هو جاب لك بانك بس جاب لك كويستشنز في الابر ليفت كورنر، تحت كلمه كورس طوالي، تحت كلمه كورس فوق في questions. اضغط فيها حيظهر لك قائمه. القائمه دي ايوه دايره منها امبورتنت. ايوه امبورت بنك. يلا اصبر شويه، يلا هنا تختار بلاك بورد ايوه بلاك بورد نمره 2. وتنزل شويه عشان الابلود ويندو يظهر. اعمل دراجنج، اعمل سكرولينج داون عشان تمشي تزيح دي كده وتجيب الويندو اللي فيه الملف. ايوه الختينة بالجنب. ايوه اسحب دي شويه لليمين لانه ده لا انت كبرتها. اي لا 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 هسحبها انا اعمل وديها يمين انا قلت لك. ايوه طيب ممتاز اسحب. هشيل الدير يلا جيم شيل ده ديرما 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 فوق الزبت فايل. لا 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 الزبت فايل. ايوه اللي عملنا له اكسبورت دي. ايوه نحن ابدا عملنا اكسبورت عشان نعمل له امبورت. يلا فيك ليت جو الان قول له امبورت. يلا لازم تنزل شايف دي 7 اسئله صح؟ ايوه دي الاسئله. سكرول داون اوكي نعمل سكرول داون. لحد ما تلقى كلمة continue تقول لي continue بس. لما تضغط continue كده بيحفظ لك البنك. البنك الآن محفوظ. لاحظ مكتوب شنو هنا؟ ديرما بين قوسين 7 فوق. 7 اسئله. أيوه معناه خلاص في بنك اسمه ديرما وفيه 7 أسئلة. أنت الآن بقى عندك بنك. يلا خليك انت اعمل ستوب شير، انا اعمل حركه وارجع لك بس خلي ده فاتح كده بس اوكي اعمل ستوب شير. انت الان عملنا شنو؟ نراجع مع احمد المرتضى بدا القصه من مايكروسوفت وورد فايل لستوب شير. ستوب اوكي شير كان عندك مايكروسوفت وورد فايل فيه اسئله، قمت عملت لها فورماتنج ب5 خطوات عشان تقدر تدخلها اكزام فيو. بعد ما جهزتها عملت لها امبورت جوا اكزام فيو، بقت بنك في اكزام فيو. انت داير تشيل البنك دي توديه المنصه، تقوم تعمل له اكسبورت في شكل بلاك بورد وتمشي في المنصه وتعمل له امبورت، بقى عندك بنك. انا هعمل الحركه دي تاني لحاجه تانيه عشان يكون عندي اكتر من بنك، عشان نشوف انت كان اشتغلت ببنك هل ممكن تشتغل بامتحان برضو. طيب انا اعمل شيرينج في الاول. شيرينج يلا انا داير اعمل ايه؟ داير اجهز عشان ادرب الطلبة او يتدربوا لوحدهم في المنصة. داير انا اجهز لهم تدريب، معناها انا بحتاج لاكثر من حاجه عشان اقدر ادرب. نبدا بالاولى، انا داير امشي اكزام فيو. انا فاتح زي ما كان احمد مرتضى شغال، ده البنك اللي انا عملت له امبورت، لكن انا داير اعمل امتحان. والبرنامج فاتح بمشي لفايل فوق، فايل في الابر ليفت كورنر، واقول له سويتش تو تيست بيلدر. يعني كان انا شغال بنك داير احول للتيست بيلدر. مشيت للتيست بيلدر وقلت له داير تو كرييت ا نيو تيست فروم سكراتش، سميته نيرسينج. خلاص سميته نيرسينج، وراني الطريقه اللي انا بختار بيها الاسئله. الكلام ده انا عملته معاكم امبارح برضه. قلت له انا هختار وايل فيوينج. قال لي هتختار من ياتو بانكس. والله انا داير اختار من البنك ده وداير امشي حته تانيه. اول حاجه ده اقول له نكست. جابوا لي كده، جاب لي البنك وهو ده وكده، جاب لي فيه عدد من الاسئله. اقوم انا اختار كلها واقول له اضيفها للبنك. فينيش.
لكن داير تاني اقول له داير اسئله تاني، بس المره دي ما داير اشيله من هنا، داير اشيله من حته تانيه. داير اشيله من وين؟ من البنك بتاعي الموجود في الكمبيوتر بتاعي وليس في الديسكتوب. يعني انا ده شلته من الديسكتوب، لكن انا عندي اسئله تانيه موجوده جوه الكمبيوتر هنا في الهارد ديسك ده. افتح الهارد ديسك دي واختار منه بروجرام فايلز هنا، وامشي للاي انستراكشن، وهنا اي انستراكشن عشان افتح اكزام فيو، وافتح البانكس بتاعتي الجوه. انا داير البانكس بتاعتي جوه اهي دي، اقوم اختار منها كمان كوميونيتي بيز براكتس دي، واختار ليفنج كود دي. اذا انا ممكن القط امتحاني من اكثر من بنك، نيرسينج اكزام ونيرسينج جانيوري وكده. يعني انا اخترت عدد من البانكس، قلت له نيكست، واقوم شنو ده، ما خلاص انا ده اخترت منه، خلاص ده اخترت منه، اقوم اقفل ده، اعمل تاني كده معلش اللي انا اخترتهم ديل كده، اول حاجه ارجع ده لانه انا اوريدي شلت منه. لكن انا ده ارسيل من كوميونيتي نيرسينج لبين كوت بروميتريك، بروميتريك الثاني نيرسينج اكزام نيرسينج جانيوري، اعمل لهم سيلكت واقول له نيكست. نختار اسئله هسه، ده مثلا في خمسه هاخده وامشي للبعده اسمه لبين كوت. لبين كوت ده ما داير منه حاجه، اقوم امشي للبعده بروميتريك، والله بروميتريك ده فيه 45 سؤال، ادينا لهم كلهم وامشي اقول له امشي للي بعده، امشي النيرسينج اكزام. النيرسينج اكزام ده والله ده كتير، ده فيه 295 سؤال، اقوم القط منه شويه. المهم الفكره انه انا ممكن في دقائق افتح البنك ده، القط من هنا القط من هنا القط من هنا. قال لي عندك 300 سؤال اهو، ده 300 سؤال. قال لي ما ينفع 300 سؤال لانه انت مسموح لك ب 250 بس ماكسيمم. اقوم ارجع لبروميتريك ده، ما مختارات انا مختاره، ما هو ده فيه البروميتريك ده فيه اسئله كثيره جدا، انا داير الغيها خلاص. قال لي لا ده ما بلغي، انا بلغي الثانيات كلهم لانه ده فيه 250. الفكره انه انت ممكن تختار لحد 250 سؤال من مختلف البانكس بتاعتك، من مختلف البانكس بتاعتك. تقوم تقول له انا اخترت ده لسه 255، انا سريع كده الغي من ال 256 ده لانه عندي نيرسينج جاني ورده، لا ده ما فيه حاجه. Anyhow انا بمشي للبروميتريك لانه ده اللي انا اخترته منه، والغي منهم خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بقى عندي 250 بالضبط. قلت له فينيش. انا قصدت اكرر الكلام ده عشان تعرف انه عشان تعمل امتحان على السريع الحكايه دي سهله اذا انت عملت بروبر بانكينج فور بروبر اكزامز او كويستشنز ممتازه. خلاص انا بقى عندي الان امتحان فيه 250 سؤال بنفس الطريقه، اقول له اكسبورت واختار بلاك بورد واسميه نيرسينج اكزام. واخدته في نفس تيست، ها ثاني نيرسينج اكزام سي، ها انا قاصد اكرر يا جماعه. خلاص جهزته، يلا بمشي للمنصه، والمنصه اختار نيرسينج، وامشي لمور اختار كويشن بانك، وامشي لكويشن واختار امبورت، ويلا اقول لبلاك بورد واصغر ده شويه على اساس انه انا افتح الفولدر اللي فيها البانكس الكتيرة دي، واختار اللي انا عملته قبل شوية سميته نيرسينج اكزام اهو ده.
اللي فيه 250. لا سوري، انا مش اختاره، مش اضغط عليه، اعمل لي دراج اند دروب، دراج اند دروب هنا، واستناه شويه اقول له امبورت، وقال لي 250 سؤال عملتها في دقائق، واقول له كونتينيو. يبقى انا بجهز كميه من البانكس في اكزام فيو واعمل لها اكسبورت، واجي في المنصه واعمل لها كلها امبورت. هاي لحد هنا عشان دارين نمشي للخطوه اللي بعدها. معاك يعني هو البرنامج اوتوماتيك لعمل دمج للاكزامز دي كلها مع بعض. لا ما عمل كده، كل واحد بنك. لا كل ده ما دمج بعد الدمج اللي عملته انت ده ادى ترقيم تلقائي اليوم كلهم، يعني اصبحوا كانهم ماشين. ايوه، انت تقصد في الامتحان، في اي انا قصدي الامتحان ايوه، اعاد ترقيمهم وجاب الاجابات حقتهم وجاب الفيدباك وجاب الكلاسيفيكيشن اوتوماتيكالي. انا قاصد كده. بقى عندي 200، عندي فانت بتعمل الكلام ده 200 بعد ما يكون عندك بنك فيه 2000 سؤال، دار تجهز منه امتحان فيه 100 سؤال. تقوم تلقطها، امبارح قلنا حاجه مهمه، هتلقطها على اي اساس؟ هلقطها حسب البلو برينت. نعم افتح بنك الاقط حسب البلو برينت، وافتح بنك ثاني حسب البلو برينت. في النهايه بقى الامتحان جاهز، بقوم اعمل له اكسبورت، اجي اعمل له امبورت في المنصه. بقى اللي هو الان جاي الكي 2 البلو برينت اللي هو جاي من الكي 1 والكي 2. كي 1 وكي 2 ايوه، والسكشنز المختلفه في التخصص. نعم يلا امشي للكورس بقى. جيت انا في الكورس هنا، بقوم انا اعمل لي كويز كويس. يلا انا اخلي الكويز اصلا جاهز ديه، خلي ده انا اعمل واحد تاني. يلا بتذكر انت قلت لك تعمل شنو؟ ليه ما قادر اضيف حاجه هنا؟ لانه الايديت مود فوق ما فتحتها. ايوه الايديت مود ما مفتوح. بفتح الايديت مود، لما نفتح الايديت مود بيمكنني هنا اتصرف بك. انا المره دي بدل ما اعمل تريننج، ده اعمل موك، موك اكزام، موك يعني امتحان تجريبي زي بتاع الحكومه ذاته، زي بتاع الامتحان النهائي، فيه 100 سؤال زي الامتحان النهائي. بقوم اغير الاسم ده هنا واسميه موك تيست. يبقى انا عملت لي سيكشن للموك تيست، واجي اضيف له كويز، اضغط اد اكتيفيتي واختار كويز من هنا، كويز، واقوم اسميه نيرسينج موك تيست كويس. هنا السيتنجز دي كلها فيما بعد بنتعرض لها واحده واحده. بيهمنا الان انه بتديه اسم وبتعمل له سيتنجز. الان السيتنجز دونت وري اباوت ذيم، بنمشي لريتسيف اند ريتيرن تو كورس. خلاص الكويز جهزنا، الان بقى هو ده الكويز اسمه نيرسينج موك تيست، هو جاهز بس اسم وتمبلت فاضي. بقوم اضغط عليه نيرسينج موك تيست، قال لي نو كويستشنز هاف بين ادد يت، لكن جاب لي هنا بوتون تو كليك فور ات عشان تو اد كويستشن. اضغط اقول له اي ونت تو اد كويستشنز. يلا جاب لي الكويستشنز هنا حته فاضيه، لكن باليمين جاب لي كلمه اد، اضغط في اد واختار فروم كويستشن بانك، مش كده؟ ما انا اوريدي عندي كويستشن بانك، ما ده ادخل الاسئله واحد واحد، امشي الكويستشن بانك. يلا لو لاحظتوا هنا في حاجه اسمها كاتيجوري تايب اور سيلكت، وفي كاتيجوري اختار لي ديفولت، لكن لو ضغطت عليها، لا سوري مش لو ضغطت عليها، لو ضغطت هنا تايب تو سيلكت بيجيب لي الكاتيجوريز كلها. شايفينها في نيرسينج اكزام فيه 354، وفي نيرسينج 2 فيه 104، وفي نيرسينج جانيوري 96، وفي كلاينت فيه 147. انا بشوف داير اختار من ياتو، ما ده بنوخه كثيره زي ما انا عملت هناك في اكزام فيو، ممكن اعمل كده هنا برضه بنفس الطريقه.
لو انا داير القط بفتح الاولاني، والاولاني يا هدى بقول لي ابلاي فلتر، يعني جيبه لي يلا. قام جابه لي، جاب لي الاسئله، ابتدي القط بقى. انا داير اختار ده وده وده وده، لكن انا عشان نشتغل سريع بعمل كليك فوق عشان اختار لي الصفحه دي كلها فيها 20 سؤال، بقول له اد سيلكتد كويشنز تو كويز، اضفت 20 سؤال. داير امشي تاني اضيف، اضغط كلمه اد فروم كويشن بانك، يلا دار تضيف من اللي ضفته منه قبل شويه ذاته ولا من واحد تاني. اذا دار تضيف من واحد تاني تفتح التاني وتقول له ابلاي فلترز، ونمشي نختار مثلا ال20 اللي في صفحة 4، نقول له اختارهم لنا كلهم، ونقول له هسه الآن ضفت 20 من بنك و20 من بنك تاني، وممكن ارجع لنفس البنك اشيل منه 20 خمسة تاني، وهكذا لحد ما امتحاني اكتمل. انا الآن امتحاني ده فيه 40 سؤال بس، بقوم اطلع فوق هنا اقول له الماكسيمم جريد از 40، واحفظها كده خلاص انا امتحاني جاهز. لو رجعت لصفحة الكورس برا اللي هي من هنا نيرس اهو، ده لقيت الامتحان اهو ده. المرة دي لو ضغطت عليه قال لي بريفيو، ما قال لي اد كويستشن، لانه اد كويستشن انا عملتها، لكن ده ما بيمنع انه انا اي كان اد كويستشن برضه هسه بعد ده. لكن لو انا خلاص الكويز بتاعي جاهز بقول لك ده، طيب دايرين نعمل له بريفيو، يلا تعمل كليك بيجيب لك طوالي الامتحان كأنك طالب داير يمتحن يعني. ده الامتحان جاب لي الأسئلة، جاب لي باليمين النافيجيشن، قال لي الامتحان ده فيه 40 سؤال، وانت ده السؤال الأول وده الثاني وده الثالث وده الرابع، وتبتدي انت الطالب زيك وزي الطلبة تحل في تحل الأسئلة وكده. كل ما حليت سؤال بيظهر لك هنا باليمين يتحلى يعني، ومعناه الباقيات لسه. وطبعا انا ممكن بالكويك نافيجيشن امشي للسؤال نمرة 40 مباشرة من هنا، اضغط يوديني للسؤال نمرة 40 وهكذا. فاذا شايف وداني للسؤال نمرة 40 سريع. طيب بعد ما اخلص بقول له فينيش اتمت، ده بالنسبة لي انا كشنو؟ كشخص عمل الكويز وداير بس يعمل له بريفيو يطمئن علي انه everything is okay. لكن ده الشكل اللي بيظهر للاكزامينيز لما يدخلوا للموك تيست بتاعك او بتاعت الفورماتيف اسسمنت كويز. دي الطريقه. انا عارف هتقول لي دي خطوات كثيره، لكن هنمشي معاك واحده واحده، رايك شنو؟ تمام طيب ستوب شير وانت ابدا بالشير يلا. يلا بسم الله. طيب انا هنا طبعا هفتح زي هشتغل على نفس النموذج بتاعي بتاع الديرماتولوجي اكزام ده نفسه. لا انت قبل انا قلت لك اخلي المنصه دي فاتحه هنرجع لها. اوكي المنصة فاتحة هاي المنصه فاتحه، امشي للمنصه. انت ما شلت الديرماتولوجي ووديته في المنصه الان. ايوه صح كلام. طيب ممتاز ممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا يا اقبال، تفضلي. كيف يا برا؟ الله يبارك فيك. السلام. نحن زي امبارح عرفنا انه كنا في بالانس بين الاسئله الكي 1 وكي 2. انا اها كل مره لما اعمل السلكشن من البنك اها انا كيف بحتفظ بالكي 1 والكي 2؟ كيف تحتفظي بهم يعني؟ يعني احتفظ، ما انا اخذت نسبه مثلا الكي 1 اديت 40 زي ما امبارح عملنا صح؟ ايوه اها
والكي 2 اديتها 60. انا عندي مجموعه من الامتحانات وقاعده اعمل سلكشن، الحاجه دي هتكون محفوظه كيف؟ انا كل مره بعمل يا سلام. طيب انت، انا جبال قلت لك واحده من الميزات بتاعت اكزام فيو انه يو كان كلاسيفاي كويستشن. ده محمد المرتضى يدخل معانا، خلينا نعمل شير سريع، شير سكرين. شايفه في اكزام فيو ظهر لك اول حاجه اكزام فيو؟ انا الان فاتح سؤال، ضغطت على السؤال ضغطتين، قام جاني السؤال تحت في انفو، خلاص انفو. اول حاجه نقرا السؤال: A primiparous woman has recently given birth to a term infant. Priority teaching for the client includes information on the K1. لانه ريكول، بس ريكول. طيب خلاص، لكن K1 دي وين مكتوبه؟ وين؟ بمشي في انفو عشان اصنف. لما نصنف هنا بختار انه ميسيلينيوس، شايفه؟ او ميسيلينيوس، هنا ميسيلينيوس، اقول له K1 واقول له اوكي، واقوم امشي للسؤال اللي بعده. امشي للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده شايفه فيه سيناريو طويل، معناه ده كتو. نمشي ونمشي في انفو ونمشي في ميسيلينيوس، نقول لك تو. يلا لو انا صنفت ديل كلهم كده، كده نقول له ريكورد ونمشي نعمل واحد ثالث بس، دبل كليك ونعمل له انفو ونصنفه K2. أنا الآن صنفت كم عدد من الأسئلة؟ لا، الأسئلة دي لاحظوا أنا عملتها في التست، صنفتها في التست. أنا كان المفروض أصنفها في البنك، لكن هي أصلاً كده بتكون أوتوماتيكالي اتصنفت في البنك برضه. بس البنك. للأسف ما حقدر أعرفها في البنك وين، خلوني أفتح البنك مرة ثانية، أقول له سويتش تو كويستشن بانك إديتر وأحفظ ده و تست. المهم انا حفظت ده بس اي كلام، على اساس انه انا امشي وافتح شنو؟ افتح بنك، افتح واحد البنك من البنوك، بتاعي. افتح واحد من البنوك عشان نصنف لنا سؤالين ثلاثه كده بس نوريك بيهم الفكره. يعني نفتح ده بارامتريك 2250 سؤال، الاولاني ده دبل كليك سريع وانفو اوكي 2 خلاص. ميسيلينيوس K2. أول ما تبتدي تصنفي داخل البنك بتقدري بعد كده تختاري بحاجة اسمها حسب الستاندرد انفو K2 كي ريكورد. فدي مرحلة متقدمة في البانكينج، انه مش بس انت بتضيفي الاسئله، بتعمل لها تصنيف. مش كده وبس، ممكن تقرري انه الامتحان ده حسب البلو برنت يكون متوازن، فيه 40% اسئله سهله و60% اسئله صعبه، او 60% اسئله سهله و40% اسئله سهله، هو الكي 2 كي 1. التصنيف ده، كل التصنيفات دي ممكن. يعني انا هنا ده خليني اصنف ده ثاني برضه واضيف حجيني اوتوماتيكلي. ما دقيقة أنا عشان شنو؟ نصنف في الأول ده، هنصنفه كده، وده نعمل الـ difficulty index بتاعته 7 خلاص؟ اعتباطا كده، ونحفظ ونمشي للبعده. ده simple، نقول ده K1 خلاص؟ نقول له info ونصنفه K1، لكن نصنف الـ difficulty بتاعته 80. الديفيكولتي طبعا 80 معناه سهل جدا. طيب انا خلاص صنفت عدد كبير من الاسئله، وقمت البنك ده اسمه شنو؟ ام سي كيو 500 ام سي كيو ويز انسرز بانك. كويس، اقوم امشي داير اعمل امتحان.
قال لي ده تحفظ هنا نحفظه، بعدك مشيت اقول له ده راح الامتحان، اقول له اكزامبل ده امتحان جديد اوكي، اختار من وين بقى؟ اختار من البنك اللي انا سميته ده الاولاني ده، ده لانه ده فيه تصنيف، لكن بدل ما اختار وايل فيوينج بختار من هنا اللي هو اسمه شنو؟ سيلكت باي ستاندرد، اهو ده هو ذاته. نيكست قال لي ده ما فيه ستاندرد، فده انا ده شوف انا عملت الستاندرد. دقيقة يمكن سيلكت باي كرايتيريا، ايوه باي كرايتيريا، باي كرايتيريا، قام جابه ملي ملاحظة، جاب لي ايوه الكرايتيريا، لكن اظن ده ما البنك اللي انا صنفته، لو جبت البنك اللي انا صنفته كنت ضغطت كده، ايوه ياهو ياهو شايفه، جاب لي داير كي 1 ولا كي 2، اقول له كي 1، هيجيب لي الاسئله اللي كي 1 بس، وبعد كده اقول له سلس، قال لي هو ده السؤال الكي 1، انا لو كنت مصنف ال100 سؤال كلهم مصنفهم كي 1 وكي 2، لما اقول لك ده يجيب لي الكي 1 براين، يقوم يجيبهم لي، اروح مختار منهم الخمسه بتاعتي الخمسه، وامشي تاني اقول له يا اخي كده يجيب لي يلا الكي 2، اقول له يلا سلكت وايل فيوينج، قام جابهم لي اللي انا صنفتهم كي 2 كلهم، اقوم اختار منه هنا العدد اللي انا دايره، وامشي تاني اقول له داير انا الديفيكولتي، تتذكر عملنا واحد بالديفيكولتي، شايف داير انت ديفيكولتي 70 ولا 80 ولا كم، اقول له داير اللي الديفيكولتي بتاعتهم 70 بس، واقول له سلك جاب لي ده، فاذا التصنيف لو لاحظتي تصنيف حاجه مهمه جدا، تمام، بيهتم الديبنس على التصنيف يعني. اما لو ما صنفتي هتعرفيهم كيف ايوه الا الطريقه الثانيه، ان وايل فيوينج تعيني لي كده بس، تقول لك ده خليناه ولا عاين لهم كده، اختار لي 5 من كي 1، بعد كده عاين ثاني اختار لي 10 من كي 2. احمد المرتضى جاهز؟ ايوه يا دكتور. طيب انا اي ستوب شيرنج، شكرا بروف. الله يعطيك العافيه. يلا وين المنصة؟ شيلينا المنصة طوال. المنصة هي ظاهرة معك. ظاهرة. افتح تمام. الكورس. افتح ها الكورس. افتح الكومبلمنتري، نحن خدناه في الكومبلمنتري ما خدناه في السايكولوجي. ايوه صح كلام، اديناها في الكومبلمنتري. يلا دايرين نعمل امتحان، ماكسمايز المنصة، ايوه، وانت الايديتنج مود اصلا شغالة، ايوه انزل تحت في التريننج، انزل لتحت في التريننج السكشن بتاع التريننج، او تحت انت ايوه عندك سكشن بتاع موك تيست صح؟ عندك سكشن بتاع الموك تيست تحت، دقيقة. ما هو ظاهر انا شايف تريننج وموك تيست، ايوه في موك تيست. ايوه تحته اضغط ده اكتيفيتي اور ريسورس، ايوه اها هنشوف الموك كويس صح؟ كويس، ايوه اديه تمام. اسم تسميه نديه اسم، نسميه ديرما. تسميه ديرما، ايوه، اوكي واحفظ على كده بس خلاص، انزل تحت خالص هتلقى سيف ريتيرن تو كورس، كده الامتحان جاهز اهو، ده فوق ماشي وين انت، هاي. لا لا معك. ايوه اول مره تفتحه هيقول لك يا احد ما في وزير، انت برضك فتو، انزل تحت شويه
موك تيست ده اهو ده تعمل دبل كليك عملنا. دبل اي كليك. عملنا ايوه قال لك ما في اسئله. هنعمل اد كويشن. ايوه واصل واصل، انت اي خطوه عارفه تعملها طوالي. نعمل اد كويشن. ايوه ها select multiple items. لا 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 باليمين اد فروم بانك تحت اد انزل تحت. ايوه لا فوق فوق شويه باليمين. ايوه جربت لكن طلعت فوق خالص، انزل شويه تحت تحت تحت. شايف شايف القلم اللي بالشمال ده؟ ايوه من هنا. امسك، لا لا ما من هنا، امسك صادو يا غالي هتلقى كلمه شفل. انزل تحت فروم بانك، فروم بانك، فروم كويستشن بانك. اوكي طيب يلا دقيقه، هو قال لك داير من يا تو كاتيجوري، تمشي في تايب اور سيلكت. هنا هتضغط السهم تايب اور سيلكت، في النص في النص في النص. ايوه شايف داير ما تحت، داير ما تحت داير. ايوه قول له ابلاي فلتر. اهم دير السبعة اسئله بتاع دايرهم كلهم، تضغط فوق خالص هنا. ايوه اد كده امتحانك جاهز، بس تعمل شنو؟ انت جاهز ليه؟ لانه الماكسيمم جريد 10 وانت اصلا 7 اسئله، ما ايوه بتحتاج تعمل اي حاجه، خلاص امتحانك جاهز كده. اطلع ايوه فوق، اطلع فوق في النافيجيشن، لاحظ فوق العلامه، شايف العلامه اللي فيها صح دي؟ اها بتاعت الكورس. تحتها في كلمه كويز، تحت ايوه العلامه الحمراء، تحتها العلامه الحمراء فوق دي، اها اي في كويز ايوه أنا أضغط كويز دي. مش هلاقي الكويز بريفيو كويز دي الأسئلة بتاعتك. يلا امتحانك ايوه جاي، يلا اد ما قدرت أعد أي حاجة. هو قال لك خلاص تمام قدرت ايوه بريفيو، بريفيو معناه ده تجربه يعني. بس ايوه تجريب طيب يلا جرب، حاول تو انسر كويسز، جرب اي حاجه، اعمل انسر ايه، امس ايه يس انسر ايه وقول لي نكست بيج، هجيب لك السؤال اللي بعده، انسر السؤال يلا جاوبه، فجاوبه من 7 كده. انزل تحت نكست بيج، جاوب ايه ولا بي ولا وات ايفر ونكست لحد ما يكبروا. ليه ليه قلت لك ليه؟ لا خلاص تسلم نكست اوكي ثاني يعني. كده سؤال قبل ما تمشي، ده كي 1 ولا 2؟ لدى كي 1 يلا واصل. وده كي 1 برضه، جاوبوا جاوبوا. كلها نكست بيج اخر واحد، لما تصل لاخر واحد بتقول له فينيش اتمت، نعم بقول لك متاكد شايف فينيش اتمت، قام قال لك شنو كده 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 جاوبتهم كلهم، اداك تقرير يعني، اداك تقرير ان انت جاوبتهم كلهم وكده تمام، قول لي سبميت يلا. ار يو شور؟ قلت له يس. قام اداك تقرير طوال، انت جاوبت ايه والاجابه incorrect بتاعت ايه دي غلط، وتحت وراك الاجابه الصح شنو وهكذا، الثانيه قال لك صح الانسر از كوريكت وهكذا، اداك تقرير عن السبعة اسئله بتاعتك وكده. المهم انت جربت الامتحان واطمئنت انه شغال تمام، بتضيف الطلبه على الامتحان، بيدخلوا يلقوا الامتحان ويشتغلوه وكده.
طيب وصلنا مرحلة الآن، أنت الآن داير تعمل دورة تدريبية، بتقوم تجهز نعم امتحان زي ده، كويس كده. أضغط كلمة كويز فوق تاني. أيوة جابوا لنا من الأول، أنت بتكون جاهز كده، وتقوم تدخل منصة زوم زي ما نحن عاملين، وانت الان هتتعامل معانا نحن ككانديديتس، دايرين انت ده تراجع معاهم. خلاص يا جماعة، شايفين الشاشة؟ اي شايفين الشاشة، اضغط بريفيو، اضغط ريفيو. بريفيو. ايوه تقوم تقول لهم طيب واحد فيكم يقرأ لنا السؤال ده، يقوم واحد يقرأه عن يلدر لليدي بريزنس تو هار دكتور وذ ريز راوند ديسكالر بليج stuck on appearance on her face skin condition in this on her face. السؤال ضعيف شوية لكن المهم which skin condition is this. مش ده السؤال، تقوم تقول لهم يلا هل الإجابة شنو؟ هيقعدوا اثنين منهم يقول لك دي سيبوريك كيراتوسيس. ليه قلت سيبوريك كيراتوسيس؟ على أي أساس بتاع؟ المهم تناقش معاهم، وفي النهاية تقول لهم يلا خلينا نجربها ونضغط عليها، تحل معاهم الامتحان كله لحد ما يجي التقرير، تقوم تمر على التقرير تقول لهم شايف انتوا كلكم اصريتوا انه الاجابه كده، فالاجابه ما طلعت كده. دي الطريقه اللي الناس بتعمل بيها تريننج على الاسئله، واي موضوع بيناقشوه شويه عشان المعلومه ترسخ. فنحن بنتوقع انه من المنصه، في جوه المنصه دي نعمل بانكس اوف كويستشنز، نعمل تريننج كويزز. تريننج كويزز معناه انت ما هتدخل معاهم زوم ولا اي حاجه، يشتغلوا براهم ويطلع لهم التقرير وكده، لكن انت قمت تعمل لهم بعد ذاك تريننج سيشن، تدخل معاهم تناقش معاهم، بعدها تعمل لهم موك تيست يشتغلوا براهم. اذا ثلاثة اختبارات انت المفروض تعملها، واحد فورماتيف اسسمنت تجربوا فيه، الثاني تعمله عشان تعمل له تريننج، والثالث تعمل موك كلهم يجوا يحلوه. وطبعا اي واحد فيهم يجوز انك تجي تراجع معاهم مره ثانيه. فديس از هاو وي انتسيبيت الناس دير تو بي تريند، ما عشان ينجحوا الامتحان، عشان لما يمتحنوا يكونوا نحن وي تيستد ذير بروفيشنال كاباسيتي، يعني قبل ما نديهم التسجيل الدائم. اي اسئله سو فار؟ باقي لنا حاجة مهمة جدا دايرين نناقشها على السريع فيما تبقى من وقت. إذا ما في سؤال في القصة اللي نحن الرحلة اللي بديناها قبل يومين لحد ما وصلنا لأنه نعمل امتحانات في المنصة، ونعمل لها نستخدمها في تدريب الكانديديتس قبل الامتحانات، ومن خلالها بنقدر نعمل امتحانات عالية الجودة. أي أسئلة أو ملاحظات أو تعليقات؟ ممتاز، بس هي حقيقة الخطوات دي دايرة براكتسينج عشان ترسخ للزول، بالضبط. يعني لما يشتغل عليها كثير، يعني ما شاء الله، يعني زي المهارة الآن الموجودة عندك دي نسميها مهارة في اللاوعي، أيوة تبقى أنت زي السؤال اللي انت ماشي unconsciously كده competent. بنقع ونجيب دي طيب لأنها مهارة. دايرين الجاية دي دردشة، لكن أنا هعمل مشاركة لبعض الملفات، فإنتوا أعمل ستوب شيرينج في الأول، ندردش في الأول. لنفترض إنه الامتحان انتهى، المنصة دي فيها تقارير كده، ستوب شيرينج. وأنا في الوقت ده أبحث عن أيوه كان في كورس اسمه أيوه سيستماتيك ريفيوز.
للأسف ما فيه، خلينا نشوف غيره. داير أنا أسأل سؤالين ثلاثة، خلينا نشوف السيستم الثاني evaluation ده موجود. السيستم الثاني evaluation خلونا نفتح بتاع النيرسينج قبل شوية، ما في مشكلة. وينو وينو نيرسينج 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 نيرسينج. أيوة أنا عملت كويز طبعا، ولو مشيت الكويز، لما أنا أمشي الكويز في فوق، لو لاحظتوا في السيتنجز في كويز وسيتنجز وكويشنز وريزلت، في ريزلتس. إذا كان في ناس اشتغلوا الكويز بضغط في الريزلتس دي، لاحظوا في الريزلتس هو قال لي الموضوع ده كده كده كده، جاب لي تقرير، واقوم اقول له there are no students enrolled in this course، لكن لو كانوا في طلبة كان بيجيب لي، ملاحظين هنا grades و responses و statistics. يبقى الخطوة الأولى اللي نحن مفروض نعملها بعد ما الامتحان ينتهي، نمشي نشوف الجريدز ونشوف الاستاتستكس. جوه في الاستاتستكس بيديك في الاستاتستكس حاجة بسموها item analysis، كل سؤال بيديك عنه تقرير الطلبة ديل اشتغلوا فيه وكيف، هل هو كان difficult ولا سهل، ده بسموه difficulty index. although هو بالعكس اسمه الايزينس اندكس، لانه كل ما كانت الدرجه الاداء فيه عالي معناها هو ايزي. وعندنا حاجه اسمها الديسكريميشن اندكس، هل هو فرق بين الشطار والما شطار، و حتى الريلايبيليتي اندكس بتاع الامتحان ككل. فبيدينا ستاتستكس بيسموها سايكومتريك اناليسيس، سايكومتريك اناليسيز اوف ذا اكزام، او بيسموها بالنسبه للايتم الواحد ايتم اناليس. لو نحن الطلبه او الكانديديتس بتاعين الامتحان بتاع الكفاءه المهنيه الاداء فيه كان ما جيد لاي سبب من الاسباب نحن نجهله، بنفتح الاستاتستكس دي ونشوف الايتم اناليسيز بتاعه، هل في ايتم كده الناس كلهم ما جاوبوا، أو جاوبته نسبة ضعيفة، أو حتى الناس اللي جاوبوا ديل مش شطار، الشطار ما جاوبوه. استنادا على الايتم اناليسيس أنا بقرر السؤال ده يظل ولا ما يظل. لو لقيت عنده الديفيكولتي اندكس بتاعه فيري لو معناه هو فيري ديفيكولت، وحتى الصعوبة بتاعته ما معناها وما حلوه الناس الشطار، حلوه الناس الما شطار. والبوينت باي سيري المقارنة بالامتحان الأداء فيه ما كان زي ما باقي الامتحان. فإذا بقول الأيتم دي بيصنفوه بيقولوا دي بروبلماتيك أيتم، ولجنة الامتحانات تقرر تقول حقه نحن نسحب البروبلماتيك أيتم، خصوصا لو لقيناهم ثلاثة أربعة، ونعمل ريكالكيوليشن للنتيجة، ده اسمها نورماليزيشن أوف ذا ريزلت، نورماليزيشن أوف ذا ريزلت. ده موضوع مهم جدا جدا، انه انا في الاول قبل ما اعمل النورماليزيشن لاسباب اخرى بعمل ايتم اناليسيس، بعمل سايكومتريكس، او هي انا ما بعملها. لو اشتغلنا في منصه عاده المنصات بيكون فيها انتجريتد سايكومتريك اناليسيس سوفت وير، فبقوم اقرا التقرير. هنا في منصتنا دي التقرير حته ظاهره ومعروفه، انه لما الكويز يخلص تيجي هنا تقول له results، لما دخلت للصفحة بتاعت الريزلتس بيجيب لك الجريدز في الأول، ولأنه ما في طلبة بيجيب لك درجة الطلبة هنا، لكن تمشي تقول له ما داير الجريدز، أنا داير الاستاتستكس. الاستاتستكس هنا بيدي لي الاستاتستكس بتاعت كل ايتم، والاستاتستكس بتاعت الامتحان كله، والاستاتستكس بتاعت الطلبة وهكذا.
حتى بيدينا حاجة اسمها ديستراكترز اناليس. ديستراكترز اناليس يعني الديستراكترز ديل، هل في ديستراكتر تو سترونج؟ يعني طلبة كتار اختاروا ده، ما اختاروا الاي، اختاروا بي. ليه اختاروا بي؟ لانه اتس سترونج ديستراكتر. فنقوم نشوفه هل هو سترونج ديستراكتر ولا نحن الاجابه الصحيحه كتبناها غلط في الامتحان. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، وي ار سبوز تو دو ريزلتس اناليسيس، ده اسمه ايتم اناليسيس. الثانيه دي اسمها ريزلت اناليسيس. الريزلت اناليسيس بنعملها كيف؟ يا بنحط الريزلت في اكسل شيت ونقوم نعملها تيبل، نعمل لها تابيوليشن، نشوف كم طالب جابوا اكثر من 90 وكم طالب جابوا اكثر من 80، واعمل لها تيبل، تيبل فريكوانسي ديستريبيوشن تيبل. المفروض الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل دي يكون نورمال، لكن انا عشان اتاكد انه نورمال بقوم الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل دي بحوله لجراف. لما احوله لجراف بتوقع الجراف يكون بيل شيب زي الجرس، لكن لو لقيته ميل باتجاه او اخر بيسموه سكيود. السكيونس دي دليل على انه النتيجه دي نتيجه ما طبيعيه. او في حاجه اسمها الكيرتوسيس، المفروض يكون هو ميزوكيرتيك، يعني البيل شيب كده متوازن والارتفاع بتاعه معقول وكده. لو لقيته مفلطح ومبطوح لتحت اللي هو بسموه بلاتي كيرتوتيك، او لفوق همض كده. اذا بعاين لشنو؟ للشيب هو الحاجه بيل ولا ما بيل. اذا ما بيل، هل ما بيل لانه سكيوت تو ذا رايت او سكيوت تو ذا ليفت، ولا كيرتوتيك هل هو مفطح ولا همض طالع لفوق. المهم بحكم عليه النتيجه من واقع الشيب اوف ذا كيرف، ذا ديستريبيوشن كيرف. إذا لقيت اب نورمال سواء كان بالكيرف أو بالجدول لازم أراجع أشوف المشكلة وين. هل المشكلة في الامتحان؟ هل المشكلة في أن إحنا البلو برنت ما كانت مظبوطة؟ هل نحن ما نشرنا لهم نحن هنغطي شنو؟ المهم نعرف المشكلة وين. لو لقينا مشكلة جاية مننا نحن بنقوم نعمل حاجة اسمها normalization of the scores. عندنا السكورز بنعمل لها شنو؟ normalization. normalization ده عنده أساليب statistics، لكن أساليب الستاتستكس على مر الأزمان لقوا إنه الأساتذة ما بحبوها، يعني لأنها حول الدرجات ل زد سكور وبعدين رجع ل واي سكور، ولا اشتغل بالكير والكيرف تعمل كده وتشوف ال 5 برسنتايل من هنا وال 5. شغلانيه شويه كومبليكيتد، وتيتشرز اصلا هم يعني اوفرويلد بالشغل الكثير، استيعابه قد يكون ان ايشو. قاموا عملوا لهم معادلات، قالوا لهم طيب استخدموا المعادله دي، ما ضروري تفهموا بالضبط الحاصل شنو، اثقوا فينا نحن بتاعنا الاستاتستكس ديل، وتقوموا تشتغلوا بالنورماليزيشن بتاع هنا بالمعادله. يقول لك عملوا لهم كيرفينج اب او كيرفينج داون بمعادله. المعادله دي اللي عملوها الاستاتستيشنز والماثيماتيشنز، ودونا لنا نحن كاعضاء هيئه التدريس ندخل الدرجات، نعمل لها المعادله دي، نعمل كيرفينج اب للدرجات اذا كانت الدرجات منخفضه، ونحن سبب المشكله. الطلبه ما سبب المشكله، نحن السبب، نحن الملزمين نعالج المشكلة، فبنقوم نعمل لها normalization of this score. أنا داير بس على السريع عشان نختم كده على هذه النوت، أشوف أنا إذا عندي هنا في الدرايف دي normalize. المعادلة أنا مدخلها في إكسل شيت، وانا بشرحها داخل الاكسل شيت وبوري الناس كيف تجيب الدرجات وتحطها في الاكسل شيت، والدرجات تحصل لها نورماليزيشن على طول.
بس انا داير اشوف هي فيها تو هارد ديسك، فيها تو ماذا اف هي في دي صح؟ سو فار اي سؤال في موضوع الايتم اناليسيز والريزلتس اناليسيز؟ طيب ما في سؤال سو فار، نفتش الملف في الهارد ديسك الثاني نورمالايز. لحد ما نلقى الاكسل شيت انا بقدر اوريكم ليها حتى ولو في الباوربوينت. نورماليزيشن سكورز ايوه طيب، في حاجة من الحاجات اللي انا ذكرتها بس ما فصلتها شوية، نفصلها لانه لها علاقة بالنورماليزيشن، اللي هي كيف نحكم على انه النتيجه بالمعادلات اب نورمال. مفروض لما اعمل مين ان ستاندرد ديفيشن، المين بتاع النورمال جروب مفروض يكون 60%، المين يكون 60% والستاندرد ديفيشن يكون 10%، وعليه مفروض الباس مارك تكون 50%. ده عادي في عندنا في السودان. البوست جراديويت بيقولوا النورمال الافريج المفروض يكون 70 والباس مارك تكون 60، والستاندرد ديفيجن بنتوقع يكون برضو 10. فاذا لما نعمل مين ان ستاندرد ديفيجن لدرجات الممتحنين المفروض يطلع لي الافريج بتاعهم او المين 70% والستاندرد ديفيشن اراوند 10، وبالتالي الباس مارك تكون 60. لو عملت المعادلة دي ولقيت المين مثلا 55 بدل 70 والستاندرد ديفيشن 15 بدل 10، معناها this is an abnormal result. I need to normalize. I need to normalize. خصوصا اذا برضو البيل شيب ما مظبوط في سكيونس لليفت ولا لرايت، بقول انا النتيجه دي ما طبيعيه والمشكله مننا نحن، الامتحان كان فيه مشاكل وكذا وبتاع. وي نيد تو نورمالايز. هاو دو اي نورمالايز؟ خليني اكبر لكم المعادله واقفل ده من هنا. دي المعادله تحت دي، سوري، دي المعادله. اول حاجه المعادله بتبدا بالباس مارك بتاعت الطلبة. أنا هسه دي معادلة الطلبة الأندر جرادي اللي هي 50، اللي هي دي الباس مارك العادية الأولد أوردينري باس مارك، والنيو باس مارك اللي أنا حسبتها من المين أند ستاندرد ديفيشن اللي هي مين ماينس 1 ستاندرد ديفيشن بتديني النيو باس مارك. يعني شنو؟ يعني لو المين طلع 60 والستاندرد ديفيشن طلع 15 يبقى النيو باس مارك 45. يعني المفروض اي طالب جاب 45 نبقيه 50، لكن عشان ما نقوم نزيد درجه للناس كلهم تقوم تعمل مشكله بنقوم نعملها بالمعادله. بالمعادله اللي هي بنعمل شنو؟
بنقول 50 ناقص الباس مارك نضربها في 100 في الأول، نجيبها الـ50 ذاتها نضربها في درجة الطالب، دي ضرب ودي ماينس، 50 ماينس ذا نيو باس مارك نضربها في 100، ونجيب درجة الطالب نضربها في 50، نجمعهم الاثنين نقسمهم على 100 ناقص النيو باس مارك. يعني لو النيو باس مارك 45 اقسم على 55. هسه لو نحن استعملنا نفس المعادلة اللي انا قلتها دي في اكسل، وانه الاكسل نجيب الاكسل ده، انا اشوف الطالب جبت اكسل شيت فاضية، قمت قلت انا داير احول الدرجة بتاعت الطالب من 50، من 45 ل 50. اذا انا عندي 50 ماينس، لا طبعا لازم اعمل يساوي عشان نعرف انه دي معادلة، دي معادلة اللي هي 50 ناقص 45، والاثنين ديل في شنو؟ في 100. النتيجة ضرب 100 في 100، خلاص دي عملت 500. أجيب درجة الطالب الجايب 45 اللي هو يساوي الطالب جايب 45 أضربها في 50، 50 ضرب 45 إنتر، أقوم أجمعهم الاثنين أقول له يساوي دي زايد دي، جابت لي عدد. طيب انا قلت الباس مارك الجديد اطرحه من 100، الباس مارك الجديد اللي هو 100 يساوي اول حاجه قوس 100 ناقص ال 45 دي اللي هي كم؟ 55. اذا انا ما محتاج، ما اقول بس 55، يبقى انا داير اقسم الجانده على 55. لاحظوا النتيجه هتكون شنو؟ 50. يعني الطالب جاب 45 نتيجته هتبقى 50. يلا خلينا نفترض انه الطالب جاب ما 45، الطالب جاب 55. لاحظوا ده طوال درجته بقت كم؟ 59. ابو 55 حيبقى 59، ما اضفنا له 5 درجات كامله، اضفنا له اقل من 5 درجات شوي. يلا نفترض انه في طالب جاب 75، ده بقت 77، ما اديناه 5 درجات، اديناه درجه بروبورشن. فاذا دي حاجه اسمها نورماليزيشن اوف سكورز اذا كانت النتيجه اب نورمال. نتيجة اب نورمال عرفناها كيف اب نورمال، جبنا المين اند ستاندرد ديفيشن، عملنا جدول للاعداد بتاعت الطلبه في الناس الجايبين 90 كم، الجايبين 80 كم، الجايبين 70 كم، ورسمناها في جراف وعيننا للجراف هو بيل شيبد والسكيوت تو ذا رايت والسكيوت تو ذا ليفت، اتضح انها اب نورمال. نقوم طوالي نحسب المين والستاندرد ديفيشن، نحسب ذا نيو باس مارك، نجيب الدرجات ندخلها في الاكسل شيت، وتقوم هي تلقائيا تحسب لنا الدرجات الجديده اسمها normalization of scores. يعني يا عبد مثلا الرحمن يس تفضل يا سيد. معلش لو سمحت، المعادله بتاع يعني المعادله دي نوعا ما فيها شويه تعقيد، لكن في المعادله البسيطه اللي بيستخدموها في يعني في امتحانات الشهاده مثلا، المعادلة البسيطة اللي هي بتكون للدرجات البسيطة بترفعها والدرجات العالية بتكون زي ما هي. يعني هسه انت دي زدت ما معادلة، دي ما معادلة، معادلة، دي ما معادلة، دي ما دقيقة يا معادلة. لحظة يا بروف، يعني مثلا هسه دي من 45 رفعت 5 درجات، لكن لل70 زادت 2. المعادلة اللي بيستخدموها اسمها 10 جذر س، 10 جذر س اللي بيكون مثلا س اذا جايب 25 10 في عشرة كم؟ شنو؟ عشرة شنو؟ 10 جذر س. أها مثلا إذا الطالب جايب 25 بتكون 10
جذر ال 25 5 بتكون 10 في 5 ب 50، لكن الطالب اللي بيكون جايب 100 10 جذر 100 اللي هي 10 في 10 ب 100 ذاتها، اللي بيكون جايب 81 بتكون 10 في 9 بيكون جايب 90، بترفع الدرجات الصغيرة أساسا. دي معادلة متعامل بها يعني معروفة. شدي ثاني، العشرة دي جات من وين؟ المعادلة بتاعت 10 جذر س دي، لا دي ما المعادلة بتاعتك أنت، دي معادلة ما جات يعني من معمول وين بها. العشرة؟ ها؟ العشرة جات من وين؟ أنا داير أرفع. العشرة جات، أها. العشرة جات، العشرة جات من العدد الكامل 100، الجذر بتاع ال 100 10 ذاته، أنا لما أضرب 10 في 10 بتجيني 100 اللي هو فول يعني 100%، لكن لما يعني العشرة دي أنا لما أضربها في أي جذر صغير بترفع لي القيمة بتاعته، لكن لما أصل بترفعها بترفع الأعداد الصغيرة لغاية ما أصل العشرة ذاتها واحد بتكون نفس كذبها القيمة. بالراحه بالراحه بالراحه. انا في عشرتين التاس تكلمت عنهم، 10 جذر س في 10 والجذر 10، ديل يوم من وين؟ ديل شنو ديل؟ انه تقصد انه ال 100 تساوي 10 مرفوعه للجذر 10، صح؟ لا انا ما بقصد كده، انا بقصد انه دي معادلة متعامل بها اصلا ما انا داير بيشتغلوا بها. افهمها، ما هسه انا مدرس داير افهمها عشان اشتغل بيها. تمام. بتعني العشرة، العشرة دي انا بقولي، انا العشرة طالب، انا طالب عندي 45، ها درجتي حتبقى كم؟ هنجيب جذر ال45، جذر ال45 نضربه في 10 يعني مثلا قول 49، إذا أنت كانت 49 جذرها 7، هأضرب ال7 في 10 بتبقى لك درجتك بتتحرك من اللي هي بقى 49 كم؟ بتبقى 70، يعني أنا هكون كده ليه؟ زدت لك لكن 70. لكن ليه ابقى 70؟ على اي اساس انا من 45 تبقيني 70؟ على أساس إنه في يعني مشكلة أصلا كانت في الامتحان، يعني أنا عملت اي امتحان في لقيت إنه مشكله، فيه حصلت مشكلة، ما المشكله قد شنو؟ انا هارفع الدرجات للناس اللي اتضرروا بسببي وما مروا، انا هارفع الدرجات بنسبه معينه بكيرف معين، ما ال10 هسه جزئين دي بتعمل ما لي كيرف معين. هسه انا ما اعرف الكيرف ده. هسه انا قلت لك لو انا جايب 45 او قلت لك جايب 49، قلت تسعة لك ايوه. هنبقيك 70، كيف تبقيني 70 على اي اساس؟ طيب عيني يا دكتور بروف، اذا ها يعني امشي معي خطوه خطوه، لما ماشي. اذا الطالب جايب 25 حيكون من 25 مشى ل 50 طوالي، اللي ليش جايب بقى؟ 49 اي ليش لحظه بس بقى؟ بس لحظه بس لحظه خلينا اكمل لك، اللي جايب 49 حيكون زاد 21، ده زاد 25 ده حيكون زاد 21، اللي جايب 81 حيمشي ل 90 حيكون زاد 9 درجات بس، اللي جايب 100 حتكون ما زادت له اي شيء. الكيرف ده بيدعمل عشان يرفع المستويات الدنيا خالص يمرر، ده بس للباس. أنا الكلام اللي قلته نفس الكلام لكن بمعادلة تستند على الأداء بتاع الطلبة، ما معادلة ثابتة. المعادلة ديك لو لاحظتي فيها ذا نيو باس مارك اللي أنا عملت لها كالكيوليشن من الأداء بتاع الطلبة، اللي هو النيو باس مارك دي أنا جبتها من وين؟ ذا مين بتاع الأداء بتاع الطلبة، وإن طرحت منه الستاندرد ديفيشن بتاع الطلبة ديل. لكن في المحصلة النهائية فعلا الضعيف هياخد درجة أعلى من وأنا جربتها قدامي، ما هي قلت لك نفس كلامك انت، ما اللي لكن جايب أنا خمسة على وسبعين أساس بيجا سبعة أنا على وسبعين زاد درجتين بس. وبرضو السين دي هي ذاتها جايبينها من الأداء بتاع الطالب، لكن طبعا هي المعادلة بتاعتك هي مور بروفيشنال أكتر، لأنها هي شغالة بستاندرد ديفيشن، يعني أنا لما أشتغل بمين ديفيشن ما زي لما أشتغل بستاندرد ديفيشن. مش انت الان قلت لي السين جات من الاداء، قبل لما سالتك قلت ما قلت لي كده، قلت لي السين دي درجه الطالب. ما هي درجة الطالب ده مع ده ولا شنو؟ انا بتكلم عن اداء المجموعه ما اداء الطالب، لا أنا بتكلم عن انا درجة بحسب الطالب. درجه عن اداء المجموعه، لا انه أنا بتكلم المجموعه دي اشتغلت جبنا المين والستاندرد ديفيشن. المفروض المين والستاندرد ديفيشن قلت لك ان نورمال جروب اندر جراديويت المفروض تكون المين بتاعهم 60 والستاندرد ديفيشن 10، وده
الاساس اللي على اساسه بيقولوا الباس مارك از 50. ليه؟ لانه ان نورمال ديستريبيوتد، نورمالي ديستريبيوتد جروب اوف ستودنتس، لو اديناهم امتحان وحسبنا المين والستاندرد ديفيشن هنلقى المين اراوند 60 والستاندرد ديفيشن اراوند 10، والباس مارك از سبوز تو بي ذا مين ماينس 1 ستاندرد ديفيشن. ودي برضه بتبرر لك ليه المين بلس 1 ستاندرد ديفيشن از ديك ما المين از سي زائد ستاندرد ديفيشن بتبقى بي زائد النظر ستاندرد ديفيشن بتبقى اي اللي هو 60 70 80. والعكس من هنا بنطرح 1 ستاندرد ديفيشن ذا باس مارك از 50 ماينس النظر ستاندرد ديفيشن ذا باد فيلير از 40. نقول الطالب الجايب 40 ده باد فيلير حتى ما نناقش قضيه. Anyhow هي في approaches كثيرة اللي انت قلتيه ده قد يكون another approach in normalization، لكن ده normalization based on a scientific formula generated by statistician. Not educated. أكثر دقة طبعا ما اللي استخدمت انت أكثر دقة فعلا لأنه مستخدم standard deviation. طيب عندنا الملف اللي انت ممكن تستخدم كده بطوالي كامل، هو ده ملف شايف أنا جبت لك ملف بتاع درجات بتاع طلبة أساساً الأداء بتاعهم معروف وقمنا جبناه في الإكسل شيت. لا تتحرك لا نجح دي كده ونعمل دي ماكسمايزيشن. دي هنا لو لاحظتوا يعني عندنا هنا أول حاجة لاحظوا انه النيو باس مارك از 50 لانه بوست جراديويت. لما طلعت 50 قلنا لا 50 دي معناها الناس ديل النيو باس لا النيو باس مارك 50 والباس مارك الرسميه القانونيه المفروض تكون 60 فدايرين نحول اي زول جايب 50 نحوله ل 60 فبنعمل الحكايه دي بالمعادله ونقوم بدل ما نحن نعمل لكل طالب لوحده بنقوم ده ملف جاهز كده والملف ده فيه تعليمات انه copy student marks and paste them in F column يعني تجيبهم كده كلهم مع بعض وتروح عامل لهم paste ويقوم طوالي اوتوماتيكالي بيحسب لك الدرجات تحت الطلبة. فإذا الناس اجتهدوا وعملوا ملفات جاهزة للأمر ضية لكن this is not the one. كده نشوف دي أيوة دي نفس الشيء. فالمهم في مؤسسات كثيرة عملت اللي هنا في شكل إكسل شيت ويدوك تعليمات يقول لك بس جيب درجات الطلبة وكلها أنسخها وعمل لها بيستنج هنا بيطلع لك طوالي the new pass mark نيو باسمان. دي ختام الكورس بتاعنا والان open discussion for say let us say 5 minutes or let me stop sharing sharing stop share وين stop share اختفت مشت وين. اوكي حتى لو الشير شغال لكن جايب الشاشة العادية اتفضلوا اذا في اي comments or questions في الاخر. يعني بدأنا القصة من البداية من الامتحاناتنا القديمة لحد ما وصلنا لتحليل النتيجة وتحليل الايتيمز و normalization of scores. اوكي ار وي دان نقول لكم خلاص تصبحون على خير. جزاك الله خير يا دكتور ربنا يبارك ايامك ودعم العظيم والله ما سهل وبتطلب صراحة مجهود بتاع practicing مستمر عشان يثبت المعلومة ونكون في نفس مستوى المهارة دي يعني. صحيح صحيح جزاك الله خيرا اجتهدت والله ما قصرتوا يعني مشيت الخطوات كلها انت باقي لك اخر واحدة دي بس بتاعت الـ item analysis والـ normalization of scores. نعمل نحن سيشن تاني يكون فيه طلبة ودرجات وبتاع ونحللها وكذا. بروف عبد المنعم مرحبا اهلا وسهلا. صلاح موسى معك كيف حالك؟ اهلا
وين ما انا انت كمان الليلة جايب الأمثلة كلها راديولوجيا؟ انا قاعد والله يعني مستمتع على بال احسن ان احنا نشوف الحاصل شنو كيف الحال. الله يلا يسلمك يلا الله يسلمك. الله يسلمك. عذرك يا بروف. السلام عليكم. ايوه، هل الام سي كيو بتعتبر يعني امتحان يعني بنقول مثالي للتقييم؟ أنا بقوم أغير لك مثالي لأكثر أوبجكتيفيتي، اوبجكتيفيتي. يعني ايوه أكثر أوبجكتيفيتي من الثانيات يعني. وأنا دائما في نقاش زي ده بقول potentially more objective. يعني potentially معناه شو؟ معناه لو التزمت بالمعايير اللي نحن راجعناها في أول يوم، هو عنده البوتنشال بتاعه إنه يكون more objective، ويكون مش بس اوبجكتيف، بيعمل بيكون فيه هاي فاليديتي، بيكون فيه هاي ريلايبيليتي. انتم متذكرين طبعا الخمسه، مع الخمسه صفات بتاعت جود اسسمنت. الجود اسسمنت انه يكون فاليد وريلايبل واوبجكتيف و براكتيكال وعنده ايديوكيشنال امباكت. الحياة دي سهلة مع الـ MCQ. لما تمثل للأنواع الأخرى من الاختبارات، بالنسبة للكوجنيشن بالمناسبة، بالنسبة للنوليدج أن كوجنيشن هو يعتبر من أحسنها يعني، أو لأنه مور أوبجكتيف مور ريلاير، عنده هاي إديوكيشنال إمباكت. إذا حسب المعايير هو عنده البوتنشال بتاع إنه it's a good sort of exam our assessment instrument. لكن الباقيات عندهم صعوبتهم يعني برضه، مش يعني لو انت هدفك تشوف the ability of the students to construct sentences based on their background knowledge، تستعمل short answer. لو داير انت بقى تحليل وكلام زي دي، تستعمل essay وهكذا. فاذا هو يعتبر ما the best بجميع المقاييس، لكن ببعض المقاييس هو يعتبر أحسن بغطي مساحة كبيرة جدا وكده. أنت بتعرف فائدته الكبيرة في يعني مشاكل اللغة، الكتابة بالنسبة للطلبة، اللغة بتكون تعبانة فعلا، نقول تعبانة يعني مثلا، يعني حسب تجاربنا هنا اللغة صارت تعبانة جدا، لذلك ما الطالب ما بيقدر يعبر في الاسي كويستشنز والشورت كويستشنز، ما بيقدر يعبر بلغة سليمة، مرات يكون عارف لكن ما قادر يعبر وكده، لكن هنا يعني بس اختار وخلاص. صحيح صحيح، اللي هو بسموها selected response. اي نعم، you select a response، you don't construct، you don't construct. نعم اوكي. بالمناسبه خليكم متواصلين معايا، انا اسال الاشعه وناس التمريض وكل اللي انا عندي معاهم، اقصد بيلاقوني في مجال شغلي يعني. عندي بانكس كبيره جدا بتاعت راديوجرافي، عندي بانكس كبيره جدا بتاعت نيرسينج، عندي بانكس كبيره جدا بتاعت ميديكال لابوراتوري ساينسز وهكذا يعني. فالناس شويه شويه نبتدي نعمل لها ايفالويشن، نعمل لها كاستمايزيشن، ونروح ده مدخليننا في البانكس بتاعتنا عشان نبني البانكس، يكون بدل ما عندنا 2000 سؤال يكون عندنا 6000 7000 10000 سؤال. والان الاليات اللي تعرضنا لها في الثلاثه يوم اللي فاتت دي بتمكننا انه نعمل الامتحان سريع يعني بالاليات دي، بعد ما نخلص من حكايه البانك الاول. يمكن الناس زي ما لاحظت يا احمد مرتضى انه زي ما انت قلت الحكايه دايره براكتس وستراجلينج شويه، لكن وانس انه مشينا في المشوار وعملنا بانكس فيها اسئله هاي كواليتي، الكونستراكشن اوف اكزامز تكون سهل، نقدر نعمل اكزامز سريع، نقدر ننوع اذا ما كل امتحان نعمل واحد جديد، كل امتحانين التالي تكون مختلف وهكذا. طالما بنينا البنك وبقى عمل الامتحانات سهل عن طريق التول، يبقى ما في سبب يخلينا نعمل امتحانات معلش على دي الكلمة يعني سلك بيض وعلى السريع يعني.
جزاك الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، اهلا وسهلا. لواحد تفضلي. كيفك يا بروف؟ كيف الأحوال؟ والله استمتعنا واستفدنا جدا جدا نحن في التغذية، وإن شاء الله نحن حنبدأ معاك يعني، إن شاء الله إن شاء الله ونعمل برضه عندي أسئلة بتاع التغذية كثيرة جدا. جدا جدا. وإن شاء الله تسلم، تعالى. يا الله الله يخليك. تسلم تسلم، بارك الله فيك. الله يسلمك. يا بروف، السلام إن شاء عليكم. الله يا بروف، عندك برضو من الأوبتومتري بانك، أوبتومتري أند فيجوال ساينس. هو في، لكن ما الكمية ما زي ديك، لكن في يعني ايش يعني نتواصل معك ولا لا؟ لا لا، كلكم تتواصلوا، كلكم تتواصلوا. حتى الببليك هيلث كمية، الببليك هيلث فيزيوثيرابي كمية، فكل التخصصات يعني، لكن اللي في منها ألوفات يعني الثلاثة تخصصات اللي هم الراديولوجي واللابوراتوري ساينسز والنيرسينج، دي كمية الأسئلة مهولة، لكن الباقيات جزاك كلها الله فيها خير، أسئلة. إن شاء الله ربنا يعزم أجرك. شكرا جزيلا. آمين يا رب. يا بروف، السلام لقينا عليكم. الرابط الأولى في اليوتيوب، منزل، شايف أنت يوتيوب، فهل في روابط للحلقة الثانية والثالثة أو المحاضرة الثالثة؟ الثاني انا ما رسلت عليكم فيه، هنا هي اوريدي رفعتها، بس نسيت، لو في زول ذكرني كنت رفعتها. هسه بعد ما تخلص برفع الثانيه، والثالثه دي لما تجهز برفعها بعد طوال. بس تمام. السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم. السلام. اهلا وعليكم السلام. والله في البداية بحب أشكر ناس المجلس للفرصة الجميلة دي، ونلتقي بالبروفيسور الجميل. والله كنت مستمتع جدا جدا، الله يكرمك. ومع إنه خذلنا اللابتوب لكن شيت حيلك، نحن ناس ربنا يعوضك، الانفيجن. ربنا يعوضك. والله كنت أتمنى إن أنا أطبق معاك، لكن إن شاء الله هنعمل لك هيدك إن شاء الله. لا لا، ما في أي مشكلة. You are more شكرا than لكل الدوائر، وبخصوص بالشكر برضو دائرة التغذية، وأنا بجد كنت مستمتعة في البرنامج. تسلم كثير في ميزان الله حسناتك يعطيك، يا بروف. الله يعطيكم الله العافية. يسلمك. شكرا جزيلا. طيب انا عندي شكرا يا بروف. أنا النور سليمان من المجلس التخصصي علم النفس. اهلا وسهلا. فأول شيء أنا بشكرك جدا، وبشكر المجلس والمكتب التنفيذي بخصوص بيه. أنا الدكتور محمد حمد، ما قصروا للفرصة الجميلة دي، وبتأسف جدا لظروف عندي انا الخاصه ما قدرت احضر الليله، اليوم الوحيد وحضرت اخر حاجه، فندمان جدا والله انه ما واصلت، لكن يعني حشيل يعني وعدي منك انه انا اتواصل معك شخصي، وعندي ناس من المجلس حضروا، فالحمد لله يعني انا مستفيد من انه ناس حضروا. انا حاتواصل معاك، ويا ريت يا ريت تدونا الروابط بتاعت الورشه اللي اليومين اللي فاتوا ديل، عشان نقدر نراجع فيها ونقدر نستفيد من الحاجة دي. وبجد دي حاجة عظيمة جدا اللي عملتوها دي، يعني ما حاجة هينة، ونحن شاكرين لك جدا والله، شاكرين لك الله جدا نيابة عن، وبحيي الحضور القاعدين من كل المجالس التخصصية، وربنا يعني زي ما بيقولوا يرجعهم البلد سالمين وامنين، ونوقف الحريب، وشاكر لك جدا يعني، ونتمنى انه نتواصل معك شخصي يعني. إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. وأنا أشكركم خصوصا الناس اللي حضروا وصبروا لحد النهاية، وتحياتنا من على البعد لأستاذ شاكر، لأنه كان في أول يوم بعد ذاك اتوعك. ربنا يشفيه إن شاء الله، ونشوفكم في في يعني كورس آخر وفي محفل آخر. السلام عليكم كثر ورحمة الله خيرك، كثر تعالى خيرك يا وبركاته. دكتور، الله يديكم العافية. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. الله يسلمكم.